6-0 في الدور نصف النهائي، ثم خسرنا في المركز الثالث والرابع أمام ألمانيا الشرقية 3-1. إن شاء الله الأولمبيات القادمة بعد 92 في برشلونة مع الدكتور محمود سعد، إن شاء الله كان مدربنا في ذلك الوقت ونجومنا الكبار نادر السيد ومجموعة عظيمة. أدي الحارس ده بيعمل إيه، ده فنت ده اللي بيعمل إيه، لمحته في الآخر، أنا بتكلم مع الحكم بقول له إن أنا اتضغط عليا، أنا اتضربت، أنا اتعورت، ومع ذلك مفيش طرد. مش ممكن، مش ممكن، لا 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 لا، ده الحراس يا جماعة معروف عنهم إن هم يعني في قمة العقل والعقلانية، ده مش ممكن، ده العرض هتتكسر ما شاء الله ما شاء الله. طب ده طبيعي، ده كويس إنه طلعها في دي، هنا الثبات الانفعالي، هنا هدوء، هنا التركيز، ده بعد كده عادي بيسلم بإيديه عادي، ما حصلش حاجة، ده ما حصلش حاجة. لمبي لمبي طبعا مش اللمبي، لا ده هنا اللمبي، والله اللمبي ما يعمل كده، والله محمد سعد اللمبي ولا بوحة ولا أي حاجة منهم كلهم يعمل اللي حصل ده، ربنا يسترها. يعني أعتقد الحكم كان لازم يديله إنذار لسوء السلوك والاعتراض بهذا الشكل، كان لازم ياخد إنذار. محمد صلاح دخل عليه ورجليه جت في وجهه، أنا متفق معاكو، أهو بيقول له إن أنا أسناني أو وقعت منه سنة ولا سنتين ولا حاجة، كان لازم الحكم يعني يدي لمحمد صلاح انذار ويدي له هو كمان انذار. لكن خلينا برضو رحمين بالموقف ونقول ايه، عديها ضياء السيد، تخنت يا ضياء شويه، اعمل رجيم يا نجم وامشي شويه او اجري شويه معاهم. كان مدافع في النادي الاهلي ضياء السيد، وكان بيلعب احيانا في نص الملعب، وكان سجل في ركلات الترجيح، ركله الترجيح فوز ببطوله من بطولات افريقيا.